عودة المتطرفين الفرنسيين إلى بلدهم لا تعني بالضرورة تخليهم عن الانخراط في أعمال إرهابية، ووفق الدراسة التي أجراها مركز تحليل الإرهاب فإن 60% من المتطرفين الذين عادوا من أفغانستان والبوسنة والعراق استأنفوا نشاطهم في فرنسا، إما في التخطيط والتنفيذ أو الدعم اللوجستي والمالي. تبقى أسباب أصل التطرف موجودة عند الشخص، ويوجد احتمال ضعيف لتقليص تلك الأسباب. إن فعل ذلك مرة فهناك احتمال قوي أن تبقى محرك هذا العنف حاضرا لديه. نتائج الدراسة تثير قلق فرنسا، لأن الالتزام الأيديولوجي لدى هؤلاء المتطرفين يعد الأخطر، إضافة للخبرة التي اكتسبوها في مناطق الصراع، خصوصا بالتعامل مع الأسلحة وقدرتهم على التجنيد. يوجد نظام تتبع إلكتروني وآخر من قبل رجال الشرطة وقسم الاستخبارات، لكن لا شيء يضمن ألا يشكل الفرد تهديدا على المجتمع. إذن التحدي موجود، لأنه ليس هناك رد لحماية المواطنين من أعمال العنف التي يمكن أن يقوم بها هؤلاء حتى ولو قضوا فترة حكمهم. مع نهاية عام 2022 سيكون تم إطلاق سراح 2540 متطرفاً من السجون الفرنسية، معظمهم لديهم ملفات شخصية معقدة، ولا يمكن اعتبارهم أقل خطورة من الذين ما زالوا في السجن، وستشكل مراقبة المفرج عنهم عبئاً ثقيلاً على فرنسا. تواصل فرنسا ملاحقة شبح التطرف لكن بطريقة أكثر دقة، تحديات كبيرة تفرض على الدولة التعامل مع المدانين السابقين بحذر بالغ، خوفا من عودة هؤلاء إلى اعتناق الأفكار المتطرفة التي تهدد أمن البلاد. زينة عدي، العربية، باريس.